نرحب بكم أعزائي المشاهدين من جديد في هذا اللقاء الخاص عبر قناة مرايا العربية، وإحنا الآن موجودين في محافظة الزرقاء في المنطقة الحرة في ضيافة سعادة رجل الأعمال الأستاذ إحسان سامي شاهين أبو المجد. مساء الخير بداية سيدي. الله يسعد مساءك. بالبداية سيدي، يعني هذه الشركة اللي بتتمتع بشعبية عالية، حابين نتحدث متى تم تأسيسها؟ طبعا هي الشركة تعود إليك ولوالدك، نتحدث اختصاصكم من الآليات وآلية العمل بشكل عام. احنا بدأنا العمل في العام 93 كمستثمرين في مؤسسة المناطق الحرة الزرقاء. نعم. في بدايات عندما تم افتتاح او السماح للسيارات بالدخول الى السوق المحلي الأردني، ومن ثم تطور السوق الى الأسواق المجاورة كالعراق وسوريا والسعودية وليبيا وبعض الدول الأخرى. الآن في الوقت الحالي يقتصر علينا السوق للعمل المجاور للسوق السعودية وقطر والإمارات بسبب بعض القوانين والأوضاع السياسية في الدول المجاورة. نعم، أثرت عليك تأثير مباشر. أكيد. نعم. السوق السوري توقف بشكل كامل. السوق المصري توقف بشكل كامل. العراق. السوق العراقي من تقريبا 5-6 سنوات لم يدخل من طرف الأردن من الناحية الأردنية إلى العراق ولا أي سيارة ولا أي مركبة. يتم الدخول عن طريق البصرة وعن طريق زاخو كردستان، أما عن طريق المعبر الأردني في تنسيق بين الأردن والعراق بمنع دخول السيارات عن طريق الأردن. بالتأكيد. أستاذ إحسان يا سيدي، نتحدث عن أبرز المشاكل والمواقف تواجهكم في هذا القطاع. الحمد لله في الوقت الحالي تم السيطرة على كثير من المشاكل بسبب المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام عن طريق هيئة المستثمرين، هيئة مستثمري مؤسسة المناطق الحرة، لكن لا يخلو الأمر من بعض المعوقات، والتي على رأسها تحديد سنة الإنتاج للسيارات الشاحنة بخمس سنوات وبعض السيارات بسنتين اللي هي الرؤوس القاطرة. أما الشاحنات والشحن المتوسط بعمر لا يزيد عن خمس سنوات، بالسابق كان 10 سنوات وقبل كان الموديل مفتوح. كمطالبة من مستثمري المنطقة الحرة ومن تجار ومن المواطن الأردني الذي لا يستطيع أن يمتلك سيارة موديل حديث جدا كونها سيارات غالية الثمن، والأوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية في المنطقة العربية لا تسمح ولا تقبل برأس مال ضخم لسيارات حديثة. أستاذ إحسان رجل الأعمال المعروف أستاذ إحسان سامي شاهين، يعني لو قدر لك والتقيت بجلالة الملك، شو بتحب تحكي له؟ نحب أن نخبر جلالة الملك بأن جهودك بإذن الله تجني ثمارها. نعم. نحن بحاجة لبعض المثابرين إلى جانبك، والحمد لله كل الأمور بخير والأمور متجهة إلى الخير إن شاء الله. إن شاء الله. الله يديم الأردن ويديم جلالة الملك. نحدد للسادة المشاهدين في نهاية لقائنا عنوان الشركة. الشركة منطقة حرة الزرقاء، شارع 5 شمال خلف البورصة. أستاذ إحسان أبو المجد، نورتنا يا سيدي، إحنا بنشكرك.